بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. تحية طيبة مباركة نزفها لكم عبر مجالس القرآن العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا متابعينا الكرام. نتواصل مع مجالس التفسير والتأويل لسورة النجم، ومع المجلس الثالث والأخير لهذه السورة المباركة. بداية أرحب بالغ الترحيب بالشيخ الفاضل يحيى بوشابو، حياكم الله شيخنا الكريم، أهلا وسهلا بك. أمسية مباركة سعيدة إن شاء الله، نفعنا الله وإياكم والشيخ مالك والمشاهدين بالقرآن الكريم، حياكم الله. وبشيخنا الفاضل مالك بو عمرو سونا، فأهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي صالح وبشيخنا الشيخ يحيى حفظه الله. إذن أيها الكرام، أيتها الكلمات، مع خواتيم سورة النجم من الآية 33 إلى الآية الأخيرة من هذه السورة المباركة، ننصت ونستمع، هدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. عنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. فغشاها ما غشى. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت لازفة. ليس لها من دون الله كاشفة.
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. صدق الله العلي العظيم وبلغ النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم. إذن أيها الأحباب الكرام، هي ست مواضع من هذه السورة الكريمة نتدارسها شرحا وتفسيرا وتأويلا. ومع الموضع الأول قول ربنا تبارك وتعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، إلى قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. شيخ مالك، من الذي تولى وأعطى قليلا وأكثر؟ بارك الله فيك أخي صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو المجلس الأخير من مجالس هذه السورة المباركة، سورة النجم. نستهله بقوله تعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمن يصح أن يسمع القرآن: أفرأيت الذي تولى. بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى أن الذنب قانون البشر وأن اللامامة لا يسلم منه شخص، لأن الإنسان ضعيف، وأعلمكم إذ أنشأكم ضعافا أجنة، نهى عن التزكية، وأعلم بمن ضل وأعلم من ضل وأعلم تدع، يعني لا تزكوا أنفسكم لأنكم مخطئون لا محالة. جاء السياق الآن ليشير إشارة أخرى لهذا الذي سألت عنه. اختلف فيه أهل العلم، احنا عملنا العبرات بعموم اللفظ، يعني كل من تحققت فيه هذه الصفات. العلماء قالوا المراد بهذا شخص معين، واختلف فيه على أسماء عديدة، أشهرها أنه الوليد بن المغيرة. وهذه الآية والتي بعدها والتي بعدها لها تناظر عجيب بالآية السابقة التي درسناها في المجلس الفائت. انظر إلى قوله تعالى: أفرأيت الذي تولى، يقابلها: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. انظر إلى قوله تعالى: أعنده علم الغيب، يقابلها: ذلك مبلغه من العلم. انظر إلى قوله تعالى: ثم يجزاه الجزاء الأوفى، مقابلها قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهو تناظر بديع لافت. قيل الوليد بن المغيرة أثر فيه القرآن فأراد أن يسلم، فرآه بعضهم، بعض الأشرار الذين لا يسلمون ولا يتركون غيرهم يسلمون، فقال له: والله أثر فيه القرآن. فقال: لما تريد أن تسلم؟ قال: أخشى العذاب يوم القيامة. فقال: أنا أتحمل عنك العذاب، وأعطني مقابل ذلك المال. كان صاحب مال فرأى الفكرة الجيدة فأعطاه المال ليحمل عنه العذاب، لكنه لم يكمل له المبلغ المتفق عليه، لم يفي بالوعد، لم يفي بالوعد على شيء خاطئ، لأنه لا ليس صحيحا أن شخصا يحمل عن شخص العقوبة يوم القيامة. فقال الله عز وجل، وهذا عجيب، يعني أن الإنسان يتأثر بالقرآن وكذا ثم ينقص على عقبه: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعطى قليلا أي لم يعطي الكثير، وهذا حالهم، لأنهم كانوا متعلقين بالدنيا كثيرا ولا ينظرون إلى الآخرة. لو كان ينظر إلى الآخرة لأعطى كثيرا. وأكدى قيل من الكدية، والكدية هي الحجرة العظيمة، كانوا يحفرون البئرة فإذا وصل أحدهم إليها توقف، وهي كل شيء مرتفع الذي يوقف عنده. والكودة مختلفة، هناك كودة حسية وهناك كودة معنوية في هذه الحياة، ونحن جميعا تواجهنا مثل هذه الكوديات، فعلينا ألا نكون مثله. حتى لا تؤثر فيك الكودة عليك أن تصاحب الصالحين، عليك أن تقرأ عن إبراهيم عليه السلام، عليك أن تقرأ عن موسى. إذا صاحبت مثل هؤلاء ترى كيف أنهم جاوزوا هذه الكودة. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، هذا الذي أعطى المال لهذا الرجل ليحمل عنه العذاب يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يعجبنا من حاله، هو بين حالين: عنده علم الغيب فهو يرى، فهو يرى تفسيرين: هل يعلم الغيب فرأى في الغيب أن شخصا يمكنه أن يحمل ذنب شخص، أم فهو يرى المراد أن له علما فهو في غنية عن أن يقرأ أي كتاب آخر؟ والحال أنه لم يرى في الغيب أن شخصا يحمل عن شخص،
ولا له العلم الذي يؤهله ليتصرف بهذا التصرف، وهذا تصرف في غاية الحمق. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يدخل في مشروع تجاري في الدنيا عليه أن ينظر هل هو مشروع مربح أم لا، أليس كذلك؟ وهذا في الدنيا إذا خسر خسر ماله، هذا الآن سيدخل في مشروع تجاري بجسده ومع ذلك لم يسأل إن كانت هذه المعاملة موجودة أم لا، والحال أنها غير موجودة. إذا هي مكابرة، هي مكابرة، هو جهل وعدم علم وظن أوهام. أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما فيه صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا صحف إبراهيم وموسى وهي المذكورة في سورة الأعلى، وسبق هنا موسى على إبراهيم على خلاف سورة الأعلى، وفي الأعلى أخره، قالوا أنه في الأعلى كان الأمر مجرد إخبار، فلما كان الأمر إخبارا بدأ بالأول تاريخا، أما هنا فللمبالغة في نفي الاعتذار، والمبالغة في نفي الاعتذار بصحف موسى آكد لأنها أعظم وأكبر وأقرب وأحدث إليهم عهدا وأوسع انتشارا، أوسع وأكبر وأكثر شهرة، وأكثر شهرة وأقرب. وذكر هذين النبيين لأنهما كان عند العرب بمكانة، لا سيما إبراهيم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، ولذلك خصه بالصفة ولم يوصف ولم يصف موسى بشيء، قال إبراهيم الذي وفى ولم يذكر هذا عن موسى. وفيها تعريض بالوليد الذي لم يوفي وأعطى قليلا، بعضهم قال كيف يذمه على عطاء غير مشروع وأكدى، المفروض قالوا لأنه وفى، والوفاء بالعهد من شيم الكرام، ثم هو أعطى لينجو من العذاب، فكأنه ترك العطاء ولم يبالي بالعذاب. وقيل إبراهيم الذي وفى هذه وفى بعضهم، وفي حقيقة القرآن تركها بدون عامل لتبقى على عمومها، وهذا جميل، لكن بعضهم قال الوفاء له تفسير، قيل من قوله ابتلاه بكلمات فأتمهن، قيل وفى الوعد، قيل لم يعد إبراهيم بوعد إلا وفى به، حتى قوله لأبيه لأستغفرن، لكن بان له من الله سبحانه وتعالى أن هذا لا يجوز له أن يوفي به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول بعده وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ماذا في صحف إبراهيم؟ وماذا في صحف موسى؟ فيها قاعدتين: لا يحمل شخص ذنب شخص، ولا يملك الإنسان إلا ما عمل هو، وهذه قاعدة عظيمة كبرى، لا يمكن أن تحمل ذنوب الآخرين، ولا يمكن أن تكسب أجر أو أجر عمل الآخرين. لكن القاعدة الثانية فيها استثناء أكرم الله به أمة محمد، القاعدة الأولى تبقى من خصائصها أن الإنسان قد ينتفع بسعي بعض الآخرين، كما في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وأرد أيضا الانتفاع بالصدقة وبالدعاء، في الحقيقة عندها علاقة بالسعي، لأن الذي ترك علما أو ترك والدا هذا كأنه سعى في حياته ثم انتفع بعد ذلك، إذن هذا تخطيء وتجهيل وتسفيء لمسلك هذا الرجل الذي أثر فيه الإيمان وانطلق ثم تولى للأسف الشديد. بارك الله فيكم شيخ مالك وعمر أسونا. شيخنا يحيى، وقفت على فائدة في قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. الإمام الزركشي يقول أن من يعني هذا التقديم والتأخير سببه كذلك مراعاة خواتم الآيات الكريمات، لو تتفضل في هذه النقطة. هذا من الإعجاز البياني في القرآن الكريم ومن جميل خطاب القرآن الكريم أن يراعي القوافي، لأن الأذن تطرب للكلمة حينما يكون فيها اتساق وجمال، فلهذا ربما يعني من المحسنات أنه قدم موسى لمراعاة للقوافي، لكن المغزى الأكثر في التقديم مثل ما أشار الشيخ مالك أن الحديث هنا ليس عن إبراهيم وعن موسى، وإنما الحديث عن الصحف التي نزلت عليهما. أم لم ينبأ بما في صحف، فمغزى الخطاب هو الصحف، وهنا قدم صحف موسى ولم يقدم موسى على إبراهيم. وربما هذه الآيات من المغازي الأساسية التي فيها في قوله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى،
الشيطان حتى يحرف الناس عن الدين المستقيم ويجعلهم يتبعون الأهواء يختلق لهم أفكارا التي تحرف عن العقيدة الصحيحة، ومنها فكرة أن يحمل بعض الناس ذنوب آخرين. وهذه الفكرة عند النصارى صارت رائجة، وبها انحرفوا عن الدين، فصاروا يعتقدون بأن عيسى عليه السلام ابن الله وسيحمل عنهم ذنوبهم يوم القيامة وأخطاءهم، وأنهم بإمكانهم أن يذهبوا إلى القس في الكنيسة فيعطيهم ما يسمى بسك الغفران، يدفعون مالا ويوم القيامة سيتحمل ابن الله عنهم خطاياهم. فهذه أفكار شيطانية تحرف البشرية عن الصراط المستقيم وعن العقائد الصحيحة. ومما يدل على أن من يعتقد هذه الأفكار غير موقن بها قول الله عز وجل وأعطى قليلا، وكان صح الوليد يعني كان يعتقد اعتقادا جازما بأن هذا الذي قال سأحمل عنك ذنوبك وأخطاءك والعذاب فعلا سيحملها عنه ويفديه من العذاب لفدها بماله كله، لكن هو كان على باله بلهذه راهي مش فكرة صحيحة، وإنما فقط يغر بها نفسه ليقبل على ما يحب من الأهواء. يسأل الإنسان أيان يوم القيامة فقط ليفجر أمامه، معناها ليزيح هذه فكرة العقوبة يوم القيامة ليتبع هواه في هذه الحياة الدنيا. إلى الموضع الثاني محل مدارسة شيخنا يحيى، قول ربنا تبارك وتعالى وأن سعيه سوف يرى، إلى قوله وأنه هو أمات وأحيا. نعم، وهذه الفكرة الثانية بعد الفكرة الأولى أن لا إنسان يحمل ذنب آخر. الفكرة الثانية أن الإنسان يوم القيامة معلق ومرهون بسعيه، وأن ليس للإنسان أي لا تجد يوم القيامة إلا سعيك، وأن سعيه سوف يرى. أولا فيه لفتة في قوله يرى، ولم يقل وأنه سوف يرى سعيه. يرى بمعنى يراه هو ويراه غيره، الناس كذلك ترى سعي بعضها البعض، فترى آثار ذلك. لأن في بعض الكلمات الحاقة هاء مقرأ كتابه. نعم، ويفرح برؤيته، يفرح برؤيته ويرائه للناس ويطلع الناس عليه. نعم، لأنه فرحان بما يعني وجد. هل أعمال الخلائق تعرض على بعضها بعض هكذا؟ الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة، وفي بعض الأحيان حتى الأعمال القبيحة، يعني ربما قد يوجد من يعذب في النار ويذكر أنه يعذب لكذا، عذب لكذا. وأن سعيه سوف يرى أي سيراه هو ويراه غيره. وهنا تنبيه في قوله وأن سعيه، لا يرى السعي في حد ذاته، لأن السعي وقع في الحياة الدنيا، الإنسان يكد على أبنائه، يدعو إلى الله، يعمل العمل الصالح، يدير الخير، يصلي الصلاة، يحج، هذا هو السعي في الحياة الدنيا. يوم القيامة موش رح يعود يشوف هذه الأعمال، وإنما أن سعيه سوف يرى أي يرى أثر عمله ويرى جزاء عمله. ووردت أحاديث سأقتصر على ثلاثة منها فقط تدل على أن الإنسان يرى عمله يوم القيامة أو يرى أثر عمله. الأولى في القبر، حينما يوضع الإنسان في القبر ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الرائحة فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيكون الجواب أنا عملك الصالح. فإذا هنا يرى عمله، يراه في قبره في صيغة على هيئة رجل صالح، على هيئة مؤنس يؤنسه وهو ذو وجه جميل ورائحة طيبة. كذلك عند المحشر حينما يحشر الناس، لما يبعث الناس ويحشرون في أرض المحشر تطول مدة الحشر، وأثناء مدة الحشر نسأل الله العافية تدنو الشمس من الناس ويعرق الناس، وهذا أعظم أهوالها يعني. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. فإذا هنا يرى عمله، لما يكون العمل صالح قد لا يكون له عرق، يكون في الظل، وبعضهم قد يصل عرقه إلى الكوع يعني أسفل القدم، وبعضه ربما إلى الركبة، لكن إذا ساءت الأعمال
هناك من يصل عرقه إلى وسطه، وهناك من يلجمه العرق إلجاما، فإذا هنا يرى أثر عمله. وكذلك عند الصراط، حينما يضرب الصراط وتختلف سرعة انتقال الناس من أرض المحشر إلى الجنة أو السقوط، نسأل الله العافية، يسيرون على قدر أعمالهم. قال صلى الله عليه وسلم: تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم. فإذا أثر العمل يرى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى بدخول الجنة، وأن يحل عليه الله عز وجل رضاه. هذا هو الجزاء الأوفى، رضا الله ونعيم الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم. قال: فأحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا الجزاء الأوفى، أن يكون الإنسان يوم القيامة محل رضا أبدي من الله سبحانه وتعالى، ويعيش في نعيم أبدي، ويتمتع بالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم. وهذا هو الجزاء الأوفى، لأن عمل الإنسان لو يعني نعطيه المقابل التاعه لا يصل إلى هذا. فعمل الإنسان مهما عبد رب العالمين ومهما دار العمل الصالح، هو لا يكافئ النعم اللي عاشها في الحياة الدنيا، لكن الجزاء الأوفى فالله سبحانه وتعالى يتكرم على عباده بهذا النعيم الأبدي. ثم يقول سبحانه وتعالى: وأن إلى ربك المنتهى. قصة الجدال في الحياة الدنيا وصراع المعتقدات والأفكار والسلوكات، في نهاية المطاف، نهاية قصة الحياة، العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وأن إلى ربك المنتهى. الآن قولوا ما شئتم في هذه الحياة الدنيا، قل بأن الملائكة ستشفع لنا، قل بأن الأصنام ستشفع لنا، قل بأن ابن الله سيشفع لنا، قل ما شئت، اعمل ما شئت، لكن المؤكد أن نهايتك العودة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجازيك. واعلم أن الله الذي سترجع إليه هو الذي أضحك وأبكى. وفي ظاهر السياق يقول: كيف نربط بين هذه الآية والمعاني التي نحن فيها التي سبقت؟ نعم، هذا يدل على قدرة الله عز وجل. فالذي أوجد أسباب الضحك في الحياة الدنيا، معناه أعمال وأشياء تفرح الإنسان ويسعد لها ويطرب ويفرح فيضحك، وأشياء تحزن الإنسان فيبكي، هو ذاته جل جلاله الذي سيوجد يوم القيامة من الجزاء الحسن والجزاء المكافئ للأعمال السيئة ما يفرح أقواما ويبكي آخرين. فالمؤمن كما قال الشيخ مالك، يوم القيامة لما يشوف الجزاء يفرح، يأخذ كتابه فيقول: ها أمقرأ كتابيه، وينقلب إلى أهله كيف؟ مسرورا، مسرورا فرحان. في المقابل منهم من حينما يرى كتابه يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، وأنه حينما يرى حسابه يدعو ثبورا، أي يدعو على نفسه بالهلاك والعياذ بالله، يا ليتني كنت ترابا. نعم، فالذي هو قادر على إيجاد أسباب الضحك والفرح والسعادة في الدنيا والحزن، هو قادر على إيجاد أسبابها يوم القيامة من الجزاء بالجنة أو النار والعياذ بالله. وأنه هو أمات وأحيا. وهذه التي يغفل عنها هذا المجادل، هذا الذي يكابر ويجادل في حقيقة وجود الله عز وجل واليوم الآخر، ألا يعلم أنه لا يملك لنفسه حياة ولا نشورا؟ من الذي أوجدك؟ هل يدعي أحد أنه أوجد نفسه؟ الله هو الذي أحيا. فالذي أحياك هو الذي قادر على أن يميتك. هل تستطيع أن تضمن لنفسك ساعة من الزمن أو دقيقة من الزمن؟ لا أحد يضمنها. فالذي هو أحياك وهو الذي أماتك هو قادر على إحيائك مرة أخرى، فلم تكابر؟ لم تجادل وأنت مخلوق ضعيف لا تستطيع أن تمسك على نفسك حتى الحياة، مش قادر تحافظ حتى على حياتك؟ حينما يريد الله عز وجل أن يأخذ منك الحياة يأخذها متى شاء. فلهذا لا تكابر، وإنما اتبع واخضع لتوجيهات رب العالمين التي جاء بها الرسل الكرام. بارك الله فيك شيخ يحيى. شيخ مالك تساؤل: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. مر بنا في المجلس الماضي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلى اللمم
وأن الله سيسعهم بالمغفرة. الإنسان إذا وقع في كبائر ووقع في ذنوب وتاب منها، هل سيراها يوم القيامة وتكون من السعي الذي سيراه يوم القيامة، أو أن الله سيمحو له ذلك؟ لو تتفضل علينا بالإجابة والإشارة إلى هذا. نعم، كما قال الشيخ يحيى، المرء يوم القيامة فارح بكتابه الذي يحوي الحسنات، والعكس تماما كالطالب الذي يعطى نتيجة عالية فيذهب يبشر بها أهله ويطير بها في الآفاق، وذاك الذي يعطى نتيجة سيئة فيخبئها ولا يريها أحدا. وأرد بالحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا غفر الذنب ستره عن صحيفة عبده يوم القيامة، بل إن العبد المغفور له سيسأل عن بعض الذنوب الذي فعلها في الدنيا، فيسأل ويقول: أي ربي إني لا أجد هنا أعمالا عملتها في الدنيا، فيقول الله له سبحانه وتعالى: غفرتها لك في الدنيا وأنا أسترها عنك. وهذا من تمام تكريم الله عز وجل. فبارك الله فيك على هذا السؤال، لأنه تتمة لهذا الجزاء وهذه الإراءة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بعض المعاني هكذا، أن الشيخ يحيى حفظه الله بيّن فيها بيانا شافيا، الجزاء الأوفى الجزاء من جنس العمل. إبراهيم الذي وفى الأوفى، وفي لله سبحانه وتعالى، سيوفي لك الله سبحانه وتعالى الجزاء ثم يعطيك الزيادة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأن إلى ربك المنتهى، المعنى الشائع المشهور الذي ذكره الشيخ يحيى. هناك معنى آخر لطيف، وهو أن أي إنسان صاحب عقل سوي إذا استعمل عقله أحسن استعمال فإن عقله سيقوده إلى الله سبحانه وتعالى. العقل السليم سيوصلك إلى أن هذا الكون لا محالة له رب، تماما كما قال ذاك العربي: البارة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ ثم قال: وأنه هو أضحك وأبكى. سبحان الله، الضحك والبكاء، هناك قال أضحك بدخول الجنة والنار، هناك قال أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر. ورب هنا لم يذكر المعمول، لنتركه على عمومه ونحمله على الضحك المعروف. الضحك شيء من المشاعر، مشاعرك لا تتحكم فيها، أحيانا تبكي رغم أنفك، وأحيانا تضحك رغم أنفك، وأحيانا تبكي على شيء ثم تضحك عليه. وكم يوم بكيت عليه، بكيت منه، فلما صرت في غيره بكيت عليه. عواطفك ومشاعرك يتحكم فيها الله سبحانه وتعالى، أفلا يتحكم فيك أنت؟ وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يميت وهو الذي يحيي، ولا شخص آخر قادر على ذلك ما عدا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض المعاني التي يمكن أن نضيفها. وإذا شئت أن نمر إلى الموضع الثالث من هذه السورة المباركة، وهو قول ربنا تبارك وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، إلى قوله: وأنه هو رب الشعرى. الآيات مازال سياقها في بيان قدرة الله عز وجل، وفي أنه قادر على أن يفعل الشيء ونقيضه، الضحك والبكاء، وضده وضده الموت والحياة. ثم ذكر أشياء أخرى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. لاحظ هذا أن ضمير الفصل لم يرد، أنه خلق ولم يقل وأنه هو خلق، مع أنه ورد من قبل وسيرد بعده، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. لأن الإغناء قد يجادل فيه البعض، يقول لك: أنا أغنيتك. الضحك والبكاء قد يقول: أنا أضحكك، أنا أبكيك. النمرود قال: أنا أحيي وأميت، لكن لا أحد قال: أنا أخلق. وذلك القرآن يستدل بالخلق كثيرا. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، لم يزعم أنه يخلق، وذلك هنا استغنى عن ضمير الفصل، لأن ضمير الفصل يفيد الحصر، أي لا أحد غيره يفعل ذلك. في الخلق لم يرد هذا الضمير، لأن كل الناس يعرفون هذا. ثم لاحظ أنه قال خلق الزوجين، كان يقدر يقول الله عز وجل: وأنه خلق الذكر والأنثى. قال كان في إشارة إلى الملمح إلى تعظيم فكرة الزوجية. فكرة الزوجية فكرة معظمة، أي هذا التجانس وهذا التقارب وهذه المودة والرحمة بين الذكر والأنثى. إشارة أخرى شيخ مالك، تفضل. وأنه خلق الذكر الزوجين الذكر والأنثى، عودة إلى موضوع الإناث وموضوع الملائكة. هنا تكلم عنها بصفة عامة، بصفة الجنس وضده،
وكأنه المعنى أن هذين الجنسين لا يتفاضلان. نعم. مليح هذا، جيد، بارك الله فيك. يعني لأنه استقر في أذانهم أن الأنثى معي ما خلق الذكر كخلق الأنثى، والله هو خالقه، وهم فرقوا بين خلق الذكر وخلق الأنثى. جزاك الله خيرا. نعم. كان فيه رد. فيه رد، بارك الله فيك. نعم. خلق الذكر والأنثى، هذا الذكر اللي ربما يزين 80 90 100 كيلوغرام. نعم. هذه الأنثى كيف كان؟ كان نطفة. كلاهما. وأصل قصد هذا المخلوق. نعم. هذا أصله قطرة دم تحولت بتقدير الله سبحانه وتعالى إلى نطفة مذرة فيها ملايين الحيوانات المائية. خلقت هذا المخلوق الكبير، ما الذي يقدر على هذا؟ الله عز وجل. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ القرآن قلت تذكر الخلق بزاف، أأنتم أشد خلقا؟ آل له الخلق والأمر. ثم قال وأن عليه النشأة الأخرى، على الجمهور على أن المراد بالنشأة البعث، لكن قال أحد الحذاق قال تأملت في هذه الآية منذ زمن بعيد فهداني الله إلى أمر يحتمل أن يراد بالآية، وقد أعجبني تأمل هذا جدا. قال المراد بالنشأة هنا نفخ الروح، ويصير المعنى خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة ثم أنشأه نشأة أخرى بنفخ روحه، كما في قوله تعالى في سورة المؤمنون ثم كسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه. ويؤيده أمران، الأمر الأول أن القيامة واردت من قبل وأن إلى ربك المنتهى. الأمر الثاني أنه سيذكر بعد أشياء تاع دنيا وأنه هو أغنى وأقنى، وهاته من الدنيا. قد يقول قائل لكن الله قال ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. الجواب على هذا أن هذه الآخرة وليست خلقا آخر، فالآخر غير الآخر. نعم. فيحتمل أن يراد هذا وأن عليه نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأغنى، ويكون الترتيب جميلة. خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة ثم نفخ فيها الروح ثم أغناها في صغارها بلبن الأم وبمال الأبي ثم أقناها في كبارها، وهكا نبين معنى أقنى. يعني هناك تجانس في التسلسل للآل. نعم، عظيم، ترتيب. نعم. بديع جميل. أقنى قالوا أعطاه كفايته، وقيل أعطاه الشيء الذي يرضيه، لأن الإنسان قد يكون غنيا ولا يرضى. نعم. وأحدهم قال أغنى الغاء والقاء، القاء مخرجه أرفع، قال فالأقنى هو شيء زائد. وقال بعضهم هي الأشياء التي ينتفع بها، يعني عقارات، يعني يستعملها ولا تذهب، وأنه هو أغنى وأغنى، وأنه هو رب الشعراء. وهذا تعريض بعبادتهم الباطلة، عبادة النجوم كانت تعبدها خزاعة. والذي جاء بهذا قيل هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، وهو جد غير مشهور، وهو ابن أبي كبشة، وكان يعير به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يخافه مالك بني الأصفر. فابن أبي كبشة هذا جاء بعبادة النجوم، فكأن النبي عليه السلام خالفهم أيضا فجاء بعبادة التوحيد. فالله يقول أن هذه النجوم الحال التي تعبدونها الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، وبعضهم كان يرى بخته وغناه بالنجوم، ينظر النجوم فيتفاءل خيرا في الغناء، فهذا النجم المربوب لا يمكن أن يكون سبب غناء. نعم. واهتمام العرب بالنجوم كان كبيرا وشديدا. نعم. مزيد من البيان حول هذا الموضع من القرآن الكريم، موضع ثالث، لنمر بعده إلى الموضع الموالي للمدارسة والتفسير والتأويل. شوف، هذه الآيات كلها جاءت في وصف الله عز وجل وتعريفه، أن يعرف نفسه سبحانه وتعالى لخلقه، وهي جاءت بعد قوله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، وكأنه سائل يتساءل من هو هذا الرب الذي يكون إليه المنتهى. يعني البشر كلها ستنتهي إلى الله سبحانه وتعالى، فمن هو؟ الله تعالى أجابه، هذه من روائع التقديم والتأخير في القرآن الكريم. نعم. فأجابه الله عز وجل وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعراء. ومازال وصف في كذلك آثار فعل الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. فإذن كل هذه الآيات في وصف الله عز وجل، وفي هذا إشارة بالنسبة للمربين وبالنسبة للدعاة،
أن أهم نقطة نحدث فيها الناس هي التعريف بالله سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان ربه اهتدى واستقام. غير المؤمن لما تعرفه برب العالمين سيهتدي، ثم لما تواصل في التعريف سيستقيم، لأن فرق بين الاهتداء والاستقامة. الاهتداء قد يكون فقط بالعقل، يعني قناعة معرفية، لكن هذا ما يسمى الهداية، هداية الإرشاد، معناها عالمة وعارفة. ثم بعدها هداية التوفيق إلى العمل التي تكون بالاستقامة. فكمغزى تربوي لابد على الدعاة والمربين والآباء والمعلمين أن يركزوا في مواضيعهم عن الحديث عن الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر معرفة المخلوق بخالقه سيستجيب له ويطيعه ويستقيم على أمره. الموضع الرابع قول ربنا تبارك وتعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، إلى قوله: فغشاها ما غشا. نعم، في هذا المقطع على قصره اختصر الله عز وجل قصة أربعة أمم. وستأتي مفصلة في السورة التي بعدها، لكن هنا ذكرت مختصرة ومجملة. الملمح الأول قلنا بأنه جاء في التعريف بالله وأثره في هذه الحياة الدنيا. المغزى الثاني من ذكر هذه القصص أن مصير الأمم المكذبة هو هذا، سنته في إهلاك الظالمين، سنته في إهلاك الأمم المكذبة. أظلم وأطغى. نعم، أظلم وأطغى، والتي تكذب الرسل وتكذب بالوحي. فهذه سنة الله عز وجل فيه، واختصرها الله عز وجل اختصارا شديدا، فقال، لأنها جاءت مبينة في مواضع أخرى من القرآن الكريم: وأنه أهلك عادا الأولى، الأمة الأولى. نعم، لماذا قال عادا الأولى وهم عاد قوم هود؟ وهي أول الأمم التي أهلكها الله بعد قوم نوح، لأن بعد قوم نوح ما بقاش على الأرض كافر. نعم، كل الذين نجوا في السفينة كانوا على الإيمان، وكأنها ميلاد جديد للبشرية. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ديارا، فلم يبقى أحد من الكفار، بقت كلها أمة مؤمنة بعد قوم نوح عليه السلام. فأول الأمم التي انحرفت بعد قوم نوح هم قوم عاد، وهم على بعد حوالي 4 أو 5 أجيال. فعاد هذا هو الحفيد الرابع أو الخامس لنوح عليه السلام، يعني نوح يمثل هو الجد الرابع أو الخامس لعاد. بعد حوالي 4 أو 5 أجيال انحرفت البشرية مرة أخرى فأهلكهم الله عز وجل. هنا لم يبين، بيناه في آية أخرى: بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. بيان عذابهم. نعم، نعم، كانت أيام عذاب. وثمودا فما أبقى، أي لم يبق منهم أحد، فهل ترى لهم من باقية، كما ورد في آية أخرى. وقوم نوح من قبل، يعني أخرهم في الحديث. نعم، لكن أشار إلى أنهم كانوا قبل هؤلاء الأمم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وهذا التقديم الذي نراه في سورة النجم، تقديم وتأخير. نعم، نعم، في سياق الآيات الكريمة. نعم، ومنها هذا الموضع الذي منها هذا الموضع. نعم، لماذا كانوا هم أظلم وأطغى؟ لأن الله أمهلهم كثيرا. نعم، نوح عليه السلام بقي فيهم 950 سنة، ومع هذا كانوا يعرضون، إلى درجة أنه ذكر بعض المفسرين أنه كان يأتي الرجل بابنه إلى نوح فيحذره من اتباعه ويقول: يا بني، مثل هذا فعله معي أبي، أنا جبني بابا لهنا وحذرني من هذا الرجل. تواصوا به، تواصوا به، أجيال تواصت. فلما بلغوا هذا الحد أهلكهم الله سبحانه وتعالى. والمؤتفكة أهوى، الأمة الرابعة. نعم، عفوا، والمؤتفكة أهوى، لأن ابتدأت بها فجرى اللسان على رفعها على أساس مبتدأ. نعم، لكن في سياق الكلام: والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة هم قوم لوط. ولماذا لقبوا بهذا اللقب ووصفوا بهذا الوصف أنهم مؤتفكة؟ نعم، أصل الإفك هو قلب الحقائق، وقوم لوط قلبوا الفطرة، تمردوا على الفطرة وقلبوها. فلهذا الله عز وجل حينما عاقبهم قلب السنن، سبحان الله، يعني الجزاء من جنس العمل. فأولا
أنزل عليهم حجارة من السماء. الأصل في أن السماء تمطر ماء، وهو أمطر عليهم حجارة، قلب سنته كما قلب فطرته. والله سبحانه وتعالى رفع بهم الأرض ثم قلبها عليهم، لأن الأصل في الإنسان يعيش على ظهر الأرض، لكنهم لما انتكسوا وقلبوا الفطرة قلب الله تعالى عليهم الأرض، فكان الجزاء من جنس العمل، فسموا المؤتفكة أي الذين قلبوا الحق وقلبوا الفطرة. فغشاها ما غشا، فغشاها ما غشا هو تلك الحجارة التي أنزلها الله تعالى عليهم من السماء. بارك الله فيك شيخ يحيى. شيخ مالك، وأنه أهلك عادا الأولى، بارك الله في شيخ يحيى، هناك عاد أخرى ثانية وثالثة؟ هناك من قال كانت هنالك عادان، العاد الأولى أهلكت بهذه العقوبة، وعاد أخرى عاد ذكر هود. الطبري، نعم، عاد وقوم هود، قال أنهم سلالة أخرى أهلكها الله بالتقاتل فيما بينها. هناك من قال عادا الأولى، وعاد الثانية لصحة العبارة هي ثمود لأنهم من نسلهم، فكأن ثمود هي عاد الثانية لكن سميت ثمودا. هناك من قال كما قال الشيخ يحيى لأنهم نعم. أول الأقوام إهلاكا بعد قوم نوح، ولاحظ أنه قال وأنه أهلك عاد، وعاد هذه قبيلة قوية. نعم. بداية أنهم قالوا من أشد منا قوة؟ ربي قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم مشهودة، بارك الله فيك، ربي قال شوف قارون لما قال أتيت على ملك عندي، قال ربي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من قرون من هو أشد منه قوة؟ لكن لأن أتيت قارون علم من عندي، نعم، ربي بيّن بأنه كان هناك من هو، لكن عاد قال أولم يروا أن الله الذي أخلق، قيل لأنهم كانوا مخلوقين عظام. وثمودا فما أبقى. ويعجبني جدا الحجاج، يعني قريب قلت رضي الله عنه، كان تبعيا رحمه الله، حاجة كبيرة، هذا الخير كبير في القرآن. يعجبني أنه على ظلمه كان يفهم القرآن، دعا بعضهم أن ثقيف وهي قبيلة الحجاج من نسل ثمود، فرد عليه الحجاج بالقرآن، قال الله سبحانه وتعالى يقول فهل ترى له من باقية، ويقول فما أبقى وأنتم تقولون إنا من نسل ثمود، أي أن الله لم يبقي منهم أحد. نعم. وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأشر، هي أشار إلى المدة 950 سنة، وكيف قال ربي ليلا ونهارا مع ذلك لم يزدهم دعاء إلا فرارا، وضعوا أصابعوا في آذانهم، أسررت لهم، أعلنت جهارا، مع كل ذلك لم يؤمنوا وتواصوا به. إذا كانوا أشداء في الكفر، كانوا موغلين في الكفر. والمؤتفكة أهواء، بعضهم قال لأنه أهواء لها معنى آخر، ويظهر لي أوجه أو أقوى من، لأن قوم نوح هنا القرآن دائما يشير إليهم على أن لا أظلم منهم. في سورة الذاريات وقد سبقت رب يذكر الأقوام، بعد قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. أهواء قد يكون المعنى منها أن الفعل مسند إلى الله، أي أن الله أهواها، لأن فيها عذابين كما قال الشيخ يحيى، المؤتفكة أن الله رفعها وقلبها ثم أهواها أسقطها. وذلك قال بعضهم كيف يقول المؤتفكة أهوى المنقلبات قلب، قالوا أنها لم تنقلب بنفسها أولا، ثم قالوا رفعت ثم أسقطت مقلوبة، والشيء إذا سقط مقلوبا ليس كالشيء إذا سقط واقفا، يعني أن هذا كان إمعانا في العذاب. ولاحظ أن هنا عذابين، لأن فعلهم كان سيئا جدا، وإشارة شيخ يحيى مهمة، قالبوا الفطرة فقلبهم الله سبحانه وتعالى. ثم إذا فبأي نعم نعم تواصل فضل. نمر الموضع نعم. الموالي قول ربنا تبارك وتعالى فبأي آلاء ربك تتمارى، إلى قوله ليس لها من دون الله كاشفة. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى إهلاك هؤلاء الأقوام وعلى تفسير الآلاء بالنعم، وهناك من لا يرى هذا لكن هذا المعنى مشهور جدا، قال بعضهم لأنه الآية هنا جاءت بعد الإهلاك، قالوا إهلاك الطغاة نعمة على غيرهم، لأن هذه الأقوام الطاغية بإهلاكهم بان الله سبحانه وتعالى أو أبان لغيرهم أن الطغيان لا ينفع صاحبه. وذلك قال يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطب كل من يسمع فبأي آلاء ربك تتمارى، أي تشك النعم كلها التي تذكرها الشيخ يحيى، الإضحاك، الإبكاء، الإماتة، الإغناء، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا، ففي ماذا تشكون؟ لماذا تتعجبون؟ هذا نذير من النذر الأولى وتتجادلون بارك الله فيك. نذير قيل القرآن، قيل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هذه الأقوام، هذه الأخبار التي فات من النذر الأولى، النذر السابقة، وهذا إشارة إلى قريش
لأنه الحكاية هذه ما هي مسوقة من أجل الحكاية، كما فعل بهم قد يفعل بكم أنتم. ثم جاء التعذير، الكلام الخطير المخيف، بعد كل هذا الإهلاك الدنيوي جاء الأمر العظيم وهي الساعة، آزفت الآزفة، سماها الله من فعل القرب، الغاشية، الطامة، الصاخة، الحاقة، القيامة. وستأتي في سورة القمر أنها قربت، قربت جدا، آزفت الآزفة أي الساعة والقيامة. ونصوص القرآن كثيرة في هذا، ليس لها من دون الله كاشفة، لا أحد يأتي بها، على قوله تعالى فلا كاشف له إلا هو، ولا أحد يعرف وقتها، إن الله عنده علم الساعة لا يكشفها أحد، أي لا يكشفها أحد، بارك الله فيه، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض ليس لها من دونه كاشفة. إذن يجب أن تستعدوا لهذه الساعة بهذا الإنذار. نعم، بارك الله فيك شيخ مالك. سؤال بسيط شيخ يحيى، هل قريش كانت تعلم بحال الأمم من قبل، أم هو من الغيب الذي أطلع الله رسوله وقريش كذلك على هلاك هذه الأمم فجاء تذكيرا لما وقع وحصل لهم؟ كانت قريش تعلم، نعم، ومدائن الصالح قريبة منهم، وكانوا يمرون عليها بالليل ويمرون عليها مصبحين في تجاراتهم، وأخبارهم بقيت متناقلة متواترة بين البشر، ينقلها جيل بعد جيل، كما ذكر الله عز وجل في قصة سبأ بأن جعل قصتهم بعد ذلك متناقلة بين الناس. نعم، وجعلناكم أحاديث، فبقيت أخبارهم أحاديث الناس، أحاديث ومزقناهم، نعم، وجعلناهم أحاديث، فبقيت أخبارهم متناقلة. وكذلك صحف إبراهيم التي تحدثنا عليها، بقيت بعضها عند بعض العرب حتى من القرشيين، وكانت فيها بعض الأخبار، وكانوا يلتقون باليهود وبالنصارى ويسبعون بما في صحف موسى، فهذه الأخبار كانت موجودة عندهم. لهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بقصص الأمم السابقة قالوا هي أساطير، أساطير الأولين، لأن كان عندهم سابق علم بها، وقالوا هو ينسج على نحوها، يقول مثل ما قال القصص من قبله، قالوا أساطير الأولين اكتتبها. نعم. طيب، الموضع السادس والأخير من هذه السورة المباركة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. نعم، قبلها لو شئت يعني فقط في قوله عز وجل أزفت الآزفة، جزا الله شيخ مالك على الإشارة فيها، وهذه الآية تدل على أن الساعة قريبة جدا، فهي اسمها الآزفة أي القريبة، ويقول عنها مولانا أزفت، قربت القريبة، إيه قربت القريبة، فهذا لابد أن يحدث في الإنسان أثارا، يعرف بأن الساعة قريبة جدا، لأن مما يهلك الناس طول الأمل، طول الأمل، حاس بروحه راح يعيش وكأنه يخلد، هو نسي بأن القيامة كلها قريبة، مش العمر تاعك اللي قريب، العمر تاعك أقرب من القريب. إذا كان هذا الكلام قيل من قبل 1400 سنة، فكيف صار حاله أزفة الآزفة، قربة القريبة؟ هذا الكلام راه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام عنده 1400 سنة، فكيف أمرنا الآن؟ فنحن أشد قربا. قال صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة كإسبوعية هاتين، هكذا، وفرج بين السبابة والوسطى، معناها صرت أنا والساعة ليس بيننا زمن طويل، فكيف حالنا بعد 1400 سنة؟ ثم يقول الله عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون. هذا الآيات المقطع الأخير وكأنه خاتمة للسورة. نعم. بعد أن جاد لهم الله عز وجل وضحض الشبه التي بنوا عليها معتقداتهم وأفكارهم، قال أتعجبون من هذا الحديث، أي هو القرآن، الحديث هنا هو القرآن، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. فالأصل في من يسمع أخبار الأمم السابقة وأنها أهلكت أنه يبكي. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال شيبتني هود، لما شيبته هود؟ لما ذكر فيها من مصير الأمم السابقة المكذبة وعقابهم في هذه الحياة الدنيا؟ فالأصل في من يعلم الغيب وأهوال يوم القيامة والعذاب الشديد الذي يمكن أن يطال الإنسان، الأصل فيه أن يبكي قبل أن يضحك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح
والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وفي رواية: لو تعلمون. فمن كان له علم بأحوال الآخرة الأصل أن يخشى على نفسه. وأنتم سامدون، أي وأنتم لاهون، كقوله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فاسجدوا لله واعبدوا، أي أن الأصل من يعرف حقائق الغيب ويوقن بأن هناك يوم سيحاسب فيه وأن له ربا هو الذي خلقه وسيرجع إليه وسيجازيه، أن يسجد لله تعالى شكرا ويتبع وحي الله طاعة لله عز وجل. وهذا هو معنى العبادة في قوله: واسجدوا لله واعبدوا. بارك الله فيك شيخ مالك. لو نربط بين خواتيم هذه السورة الكريمة وبين رحلة الإسراء والمعراج في أوائلها، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وفي هذه الرحلة العظيمة التي فرضت فيها أعظم شرائع الإسلام اللي هي الصلاة، جاء التذكير بالصلاة وبالسجود والركوع. اقشعر بدني وأنت تطرح هذا السؤال، لأنه كان في ذهني معنى ذكره المرحوم فريد الأنصاري رحمه الله. له تعلق بين سورة الإسراء وسورة النجم، وأنت قلت للإسراء، سبحان الله، كأني الشيخ يحيى حفظه الله أشار إلى نقطة عظيمة، قال: أعظم العلم العلم بالله سبحانه وتعالى. نحن نسأل، هذه السورة لما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم على الكفار سجدوا، نعم ثبت حتى قيل إن بعضهم سجد بسبب آية: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. شيخ الألباني رحمه الله ألف تأليفا بيّن فيه أن هذه القصة غير صحيحة، نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق. سجدوا لأنهم تأثروا، حتى إن أحدهم لم يسجد فرفع تراب، قال: لا أريد أن يعلوني استي، رفع ترابا ووضعه على جبهته وقال: يكفيني هذا. سؤال الآن: هؤلاء الكفار سجدوا لهذه الآية، بعد قال: واعبدوا، والسجود أعظم ركن في الصلاة، لماذا عندما نقرأها لا نشعر دائما بهذا الشعور؟ أنا أتكلم عن نفسي، هل كل مرة قرأت سورة النجم شعرت بالسجود؟ الشيخ فريد الأنصاري يبين رحمه الله العلاقة بين هؤلاء الذين لا يسجدون وضحكوا وبين آخر سورة الإسراء التي أشرت إليها، تعظيم قدر الصلاة. تكلم الله عن قوم في آخر سورة الإسراء: علموا فتأثروا وسجدوا وبكوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وما جاب كل الآيات، قال: وإنما استطردت في محل الشاهد للفتة. واش كاين بعدها؟ قول: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال: أعظم ما يؤثر في الإنسان ويجعله يتلقى القرآن بتلقي قوي أن يعلم صفات الله سبحانه وتعالى. علموها فتأثروا فسجدوا وبكوا، ويجب علينا أن نكون كذلك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. في كلمة ختامية شيخنا يحيى. والله ونحن نختم هذه الصورة، أولا لابد أن نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه سبحانه وتعالى، فلا أحد يعني يستطيع أن يتم عملا صالحا إلا بتوفيق الله. شيخ مالك، ونحن في خواتيم هذا المجلس لهذه الصورة العظيمة، إذا كان يجب أن نضيف شيئا، نعم، نضيف هذه الفكرة: السجود. سجود وعبودوا، عبودوا أي تذللوا، أن العبادة في أصلها في اللغة التذلل، ومنه الطريق المعبد. السجود فيه التذلل لله سبحانه وتعالى، فكأن المعنى متكرر، لكن السجود خاص لأنه يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. في سورة العلق: كلا لا تطعه واسجد وقته. فأنت بانخفاضك إلى الأرض ترتفع إلى السماء بتذللك لله سبحانه وتعالى. هذا التذلل يجعلك تتأثر بالقرآن، ويجعلك إذا سمعته لست فقط لا تضحك، لأن الحديث قال الآية قالت: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. أنت مطالب ليس بعدم الضحك أيضا فقط، وإنما بالبكاء أيضا. ولذلك نقرأ سورة مريم، يتكلم ربي على الأنبياء، يقول: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال أحدهم: هذا السجود فأين البكاء؟
كثيرا ما نسجد عند هذه الآية، لكن قليل منا من يبكي. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى بقلبه ثم بعينه. اللهم أمين. شكر الله لكم شيخنا مالك أبو عمرو أسونا، ولكم شيخ يحيى على ما قدمتم وتفضلتم. الشكر لكم أنتم كذلك متابعينا مشاهدينا الكرام، ونضرب لكم موعدا متجددا إن شاء الله في اللقاء القادم المقبل، ومع سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، سورة القمر، التي سنتدارسها تفسيرا وتأويلا بحول الله وقوته. شكر موصول لأسرة الخدمة وللزميل حمزة كمال وإخوانه وزملائه على عارضة الإخراج. هذه تحياتنا لكم جميعا، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.